بينهار البلد بيكون ضربه على راسه، وكل القطاعات اللي بالبلد نفس الشيء، والسائد والفن نفس الشيء. نمشي بنقوم مثل ما كنا قبل الحرب، يعني اوائل الستينات بلش المسرح 62 63 64 65 شيء مهم. 65 تاسس معهد الفنون، كل ما قدمنا بالسبعينات كل ما حسينا عم ننزل نزول بدل ما كنا عم نطلع فوق. ونطحنا، بلشت الحرب، لا هي حرب اهليه معروفه، لا هي حرب الغرباء على ارض لبنان. اول شغل عنا هو انه نوثق الذاكره، نخبر هدول القصص، يكون عنا ارشيف. بعدين الحرب اللبنانيه خلصت بجمله اسمها عفى الله عن المرضى، بقانون عفو كان كثير قاسي للبنان، لانه ما خلى العالم تحكي وتعبر عن حالها وتتشارك قصصها وتتخطى هيدي القصص وتتخطى هيدي الاوجاع، ونخلي من كل الاطراف يعبروا عن حاله لنقدر نسمع للاخر. بعدين المشاعر هي كثير شخصيه، يعني كل واحد عنده مشاعره. نحن عم نجرب نعرف مشاعر الانسان، مش الذاكره بالمعنى التاريخي، بس بالمعنى الانسانيه.